طب المنش اطول ولا بتاعي؟ قول له ما اعرفش الصراحه. انا في حاجه ما شفتش المعقل. ايه يا بنتي انت فين؟ ايه اللي انت فين؟ انت حوله يا بنتي، ما انا بهو بشوي اللحمه. تشوي اللحمه؟ قصدك بتحرقي اللحمه؟ ببوظ اللحمه يا بنتي. شوي اللحمه ما بيبقاش كده يعني. اولا لازم يبقى فيه انسيليتر علشان اللحمه. انسيليتر الجيتر ايه يا جهله يعني لازم ما تبقاش دايركت على النار، صاجه يعني. قولي صاجه. ولازم يبقى في حاجه تسقيها بيها عشان تمط كده في البق، فهمتي؟ خلصتي ام الهاري؟ خلصتي الهاري؟ خلصت. جبتي ورجعي مكانك بقى عشان ده شغلي يا ماما. لا انا اللي هشيل اللحمه. نيلي على عينك. ولا بحر ولا بحر. انت كده بتنادي على زمايلك وجاي تعمل عوق. ولا بحر. انا عارفه انت سرحانه في ايه. ارحمي امي. مش سرحانه والله، بقطع الخيار. طب ولو قلت لك ان وائل كلمني؟ احلفي. بيحبك قوي على فكره. مش عارفه بقى بصراحه يعني هعمل ايه. انا مش عارفه ازاي انت مش عارفه يعني واحد انت قاعده معاه كل الفتره دي ازاي مش قادره تعرفي هو بيحبك ولا لا؟ دي غبيه. انا عارفه ان هو بيحبني. انا اللي غبيه. انا بس مش عارفه اختار ايه، يعني اختار اللي بيحبني يعني ولا اختار يعني اللي انا بحبه. يا هبله يا عبيطه يا غبيه يا سفله. اقولك ايه؟ طيب انا اقولك. بصي بقى، اسمعي الحكم من اختك الكبيره. قولي. انت لازم تاخدي اللي بيحبك. قولي لي ليه. ليه؟ لان اللي بيحبك ده يا دنيا هو اللي هيخاف عليكي، هو اللي لما تتخانقوا هيصالحك بسرعه جدا، هو اللي هيدلعك ويفسحك ويجيب لك هدايا ويعمل لك كل هشخلعني؟ ايوه طبعا هشخلع. انا اقسم بالله لو ما اتشخلعتش انا هرتدي الجريمه هنا. دي لازم تتشخلع. انا تعبت بقى. لا لا لا، صايمه وبعد كده مش هتشخلع. لا كده اوفر. ده انت تسجنينا كلنا لو ما تشخلعتيش. ايه بقى عمالين ترغوا اخبار الاكل ايه بقى؟ لا زي الفل. زي الفل. ها حلو قوي. طب يلا بقى نودي لهم. ماشي. هتمسك انت ولا امسك انا؟ يا ستي انا اصلا كل انا مش بفكر في الحاجات دي كلها. بتفكري في ايه؟ بفكر في سعاده. بصي شايفه ان ده اصلا مش طايق نفسه. جبتي التايهه يعني؟ ما هو حاسس ان هو السبب. لا حاسس ان احنا السبب. طب فرفشي روحي فرفشي. انا اشوف. يا سعاده ايه اللحمه جت؟ سعاده اوعى تخاف يا ابني. يا سعاده ايه؟ سعاده انت مالك بلكت كده ليه؟ ما تفرفش. بتكلم مع الراجل. ما تفرفش بقى كده يعني. البست انا بصراحه كل ما اطلع من المود ارجع فيه تاني. انا حاسس ان انا السبب في الحاجات العفشه اللي حصلت لكم. هو انت فعلا السبب يا سعاده، بس انت السبب ان انت جمعتنا. احنا كل واحده فينا كانت ضايعه وكانت لوحدها. انت اللي عرفتنا يعني ايه لمه اخوات. انا مش عايزاك تتضايق من اي حاجه، وكل اللي راح مننا تجمعتنا سوا هنعرف نرجعه. وبعدين ساعات ربنا سبحانه وتعالى بياخد من الواحد حاجات عشان 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 يديله حاجات احلى. واحنا ربنا ادانا السند والحمايه وادانا احلى واجدع واطيب اخ في الدنيا. اسلام بوجك يا بنتي، بس بردك ما تقوليلوش كده، دي واجبه ولازم يعمله غصب عن عنان امه. اسمع لما اقول لك يا سعاده عاد. لو النبي ابوس ايدك. خلينا ناكل ونتبسط كده ونفرفش. يا سعاده يا سعادتي خدت المرايه. يا سعادتي ماشي خلاص، خدت المرايه يا سعادتي ماشي. سيبيني دلوق عشان بس انا ما ان مفضل. لا وابوس رجلك. ابوس رجلك عيب بقى كده. اضحك بقى. طب يلا فرد. ايوه يا بقى. يلا يا بيك. يلا يا بيك غني. يا غني. طلعت لك اهي. يلا يا اهو. حاسس اني واحد تاني تالت رابع خامس سادس في الرنج ده. هو من خامس للسادس. انت يا عم اللي بتشتري كفته بقى باكر. ايوه يا خال اخرس. حاضر خلاص خلاص. انا غني غني يا سعاده. ايوه غني. اللي وستك وستك بنجا نعودك برسوم حسين. انا كنت بحب المنج. انا كنت